خايف وتملي وكل يوم فرحنا تزيد ويفوت علينا قوام يجري ونقول له لسه عليك بدري يقول ده جاي ورايا العيد افرحوا يا بناتي يلا وجيزوا برمضان منور فوانيس يا حلاوة الدين ولا قمر الدين وكياس النقل وقراطيسو حبايبي احلى حاجه بقى النهارده جيت قابلت متابعيني الحلوين كل سنه وانتم طيبين علي صوتكم شويه يا جماعه عشان الناس تسمع النهارده علشان تمرحنا منزل لنا خصم عند صالح ربنا يخليك يا حبيبي حاجات حلوه جدا طب انا عاوز افهم حاجه بتحبوا تمرحنا قد ايه طب اللي يحبها يعمل لها ايه يعمل لها لايك بتحبوا كلنا تمرحنا كل سنه وانتم طيبين والله العظيم انا فرحانه النهارده ان انا شفتكم عشان هي انسانه جميله طيبه يا حبيبه قلبي طيبه الناس كلها بتحبها كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين ازيكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير النهارده فيديو جديد حلو قوي عند صالح هنا محل اولاد فتوح صورت لكم قبل كده كذا جوله عنده النهارده حاجات حلوه قوي ومعانا مفرش عم شكشك الجديد ده ستان مش قطيفه يعني لو حابه تشتري حاجه ستان هتاخديه النهارده بسعر حلو قوي هو هنا يا حبايبي بصوا من عند بوابه المتولي تامن محل على ايدك اليمين على طول ده كده بقى من عند بوابه المتولي تامن محل على طول ده هتاخديه بدل 65 و60 هتاخديه ب 50 جنيه بس من عند صالح هيديهولك ب 50 جنيه يا حبايبي شكله تحفه قوي تقدري تعمليه طابلوه كده جميل جدا في برده كذا شكل بس انا حبيت اوريكم شكل عم شكشك الشكل ده حلو قوي الناس كلها بتحبه في منه القطيفه نازل ب 100 اما ده صالح هيديهولكم ب 50 جنيه بصراحه جميل وفي منه بقى مجموعه كبيره جدا اهي بس انا حبيت اوريكم الشكل الحلو ده بصوا يا حبايبي في كمان الشكل ده نفس السعر يا صالح نفس السعر 50 يا حبايبي بدل 65 و60 جنيه برضو الشكل ده جميل قوي شكل الفنانيس كده كمان يا حبايبي الشكل ده حلو قوي اهو مكتوب عليه مبارك عليكم الشهر شكله تحفه فنانيس بقى شكله حلو قوي والوانه جميله ده لو عملتيه طابلو كده ورا الانتريه او في الريسبشن او في اي مكان حلو قوي بصوا كمان في شكل الفنانيس ده اي واحد عامل 50 بدل 65 جنيه شكله جميله بصوا الالوان عامله ازاي كمان الالوان والملامح باينه بصوا ملامح كده والعينين والتفاصيل بتاعتهم باينه قوي وحلوه قطع انا عاملها ولسه ما نزلتش ولسه النهارده حصري مع تمر حنة ورانا كده سلام كل المتابعين بصي هتشوفوا حاجه النهارده مفيش حد ستاره ست قطع بصي دي مفرشه ده مفرش ولا ده ستاره دي لا ده مفرش تابلو ده مفرش ومعاه الكوشنات نفس الشكل ومعاه الستاره نفس الشكل ده طقم كده حلو قوي هوريكم كل حاجه ده طقم ست قطع جميل بتنور في الضلمه خلي بالكم بتنور في الضلمه الليزر اللي فيها ده بينور في الضلمه مع شريط مع بقى فرع نور كده ذهبي هيبقى حلو قوي دي الكوشنات بتاعتها اهي معاها اتنين كوشن يا صالح اتنين كوشن وستارتين ورانر واتنين كوشن وتابلو ورينا الستاره الله على الجمال بص بقى الجمال بص اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام بص يا حبايبي ده حصري مع طمر دي جميله قوي لو حطيتيها بقى كده على الحيطه اكنها بتنور كده بالفوانيس اللي فيها دي انت شفتيها قبل حلوة قوي لا انا اول مره اشوفها اول مره اشوفها جديده بص عامله ازاي والقماشه عامله ازاي حلوه قوي بصراحه الستاره متر ونص في مترين ونص متر ونص في 2 متر ونص ده شكلها يا حبايبي في منها بقى اشكال مش كده اهي يا حبايبي دي الستاره شكلها تحفه بصراحه ومعاها الاثنين كوشن شبهها ومعاها كمان المفرش ومعاها الرنر اهو ست قطع بكام بقى يا صالح 400 جنيه بدل 450 عشان خاطرك انتوا متابعينك ب 400 جنيه للمتابعين يا حبايبي ب 400 جنيه ست قطع على فكره الكوشن ده بيتباع لوحده عنده ب 25 جنيه تقريبا صح والرنر بتاع ده ب 70 والرنر لوحده ب 70 بس فانتي... هو كله اجمالي 400 بدل 450 ست قطع رنر ومفرش وستاره واثنين كوشن بصراحه طقم حلو قوي في برده شكل ده برده المفرش اهو شكله جميل ينفع طيبي ده ينفع للسفره ينفع تحطيه كطابلوه على الحيطه مع الستاره هيبقى طقم حلو قوي بصراحه شكله جميل
في بقى حبايبي من الطقم الستة قطع ده ألوان وأشكال كتيرة جدا زي ما انتوا عايزين، 13 شكل، في فنانيس وفي أشكال كتير. معانا النهاردة يا حبايبي برضو بصوا الكوسترات الحلوة بقى والعلقات والحاجات دي حلوة قوي، شكلها تحفة. دي زي علقة كده ونازل منها 3 دلايات، والدلايات بتاعتها اهي كبيرة، الخشب بتاعها حلو قوي. دي عاملة كم يا صالح؟ عاملة كام؟ نعم المتابعين بدل 30-25 خاطر المتابعين طمر حنا، بدل 30 هيدالكوا 25، لها علقة ولها 3 دلايات. بس عاملة حاجة جامدة قوي، هنعمل كده افتحها. طيب بصوا حبايبي هوريكوا ألوانها على ما يفتحها. بصوا في منها اللون الأزرق، في منها دي كمان، اه شكلها حلو. دي عاملة 25 بدل 30 يا حبايبي، هيديها لكم شكلها حلو قوي. في منها برضو الشكل ده ب 25 يا صالح، الشكل الجامع ده، برضو الشكل الجامع ده حلو قوي ب 25، نازل منه برضو دلايات بدل 30 جنيه، حلو قوي، نازل منه 3 دلايات والكفات والحاجات الكبيرة. ودي عامل كام بقى الجامع الستاند ده؟ ستاند ايه؟ ستاند بكام؟ الستاند اللي هو الجامع ده 25، عملته ب 20 عشان المتابعين، 20 جنيه حبايبي عشان خاطر المتابعين، بدل 25 ده خشب. في منه برضو الوان هوريها لكم. بصوا دي الوان العلقه ام 25 اهي، دي الوانها. في منها اللون ده ب 25 جنيه، في منها 3 دلايات كده اهم، لا حلو قوي، في منها دلايتين وثلاث دلايات. وانت بتشتري تاخدي بالك كل الالوان دي بتاعتها اهي هي اللي موجوده، وبيجي منها اللون البنك بس خلصان دلوقتي. في برضو هنا معانا الكف الكبير قوي ده، بصوا الكف الكبير ده بكام يا صالح؟ نعم الكف الكبير 35-30، 30 جنيه حبايبي. عايزه اقول لكم ان هو حجمه كبير جدا اهو، وليه 3 دلايات تحفه ب 30 بس بدل 35. انا كنت مصوره قبل كده عند اولاد فتوح كان ب 35. بصوا كمان الشكل التحفه ده حلو قوي مع صالح المجنن المهارس. وده ب 30 برضه، ده ب 30 برضه. والصغير ده يا صالح ايه؟ ده 25 بس. في برضه الصغير ده ب 25، الوانه خشب، ده ب 25، 25 بس، ده ب 25 يا حبايبي. بيتغسل بيقول لكم في منه كل الالوان، في منه الوان كتير، بس عايزه اقول لكم ب 30 ده حلو قوي. وده ابو 20 جنيه برضه في الشكل ده واللون ده، وفي كمان اللي بيصلي ده اهو حلو قوي، في منه الوان كتير، وفي كمان شكل الجمع ده ب 20 جنيه. تشكيلة ومجموعة حلوة قوي. معانا تشكيلة كبيرة جدا هنا من الكوشنات الدكة اهي، حلوة قوي لو خدتي واحد من ده كده او اتنين. وفيها هوريكم المفارش بتاعته تحفة، بكام ده يا صالح؟ عامل 30-35. بصوا حبايبي هوريكم اشكاله تحفة قوي. ده عامل كام يا صالح؟ 30-25. 30-25 هيديهولكم حبايبي، بدل 30 و 35 هيديهولكم ب 25 جنيه. في منه بقى اشكال كتيرة، في منه الشكل ده وفي منه الشكل ده، ده قماش حاجه اسمها قماش ده. ليه عاملين ايه؟ والسوسته بتاعته من على الحرف، حلو قوي، عامل 25 بدل 30 جنيه. الشكل ده برده حلو قوي. ورينا المفرش بقى بتاعه يا صالح. بص الشكل ده كمان برده حلو قوي، النص ونص ده. الناس متابعينك عاوزين يسلموا عليكم. ماشي. بصوا كمان يا حبايبي الشكل ده حلو قوي اهو. ده متر ونص في متر ونص، ده متر ونص في متر ونص، جميل. بكام يا صالح؟ 65، ده ب 65 جنيه. المريره دي 25 جنيه، 40 60 جنيه. في رنن اهو يا حبايبي، في برده منه اشكال كتيره ب 60 بدل 70، ب 60 بدل 70، ده خامته قطيفه مش ستان اهو، حلو قوي ب 60 بدل 70 جنيه، شكله حلو. في منه اشكال بقى، كل الاشكال، في كل الاشكال موجوده عنده، اكتر من 50 شكل. في كمان يا حبايبي منه الشكل ده، وفي بقى فنانيس وبوجو وطمطم ب 70 جنيه يا صالح، ب 60 جنيه قصدي بدل 70 جنيه، برده شكله حلو قوي واللون بتاعه حلو. حبايبي النهارده بقى في حاجات جديده اهي، عربيات فول صغننه كده وجميله قوي. لو الرخامه بتاعه المطبخ عندك صغيره تقدري تاخدي عربيه زي دي كده صغيره وحلوه قوي وحجمها حلو. دي خشب؟ خشب، خشب وشكلها شيك قوي. بصوا في تند بقى وفي فول وفي طباق وفي كل حاجه، في ازاز زيت اهي، حاجات حلوه قوي. في برده عروسه جواها جميله بصراحه. عامله كام دي؟ بدل 85-75 بس، 75 جنيه حبايبي. شكلها حلو كده ورقيق وجميله قوي، هي خشب. بصوا اه شكلها جميل، شكل العربيه اللي بتاعت الفول الطبيعيه، ودي الايد بتاعتها كمان حلوه قوي. وفي هنا برضو عنده بقى كوسترات، عايزين نشوف الكوسترات والحاجات دي يا صالح. انا كوسترات، بصوا عنده تشكيله برضو من الكوسترات اهي. جبت كوسترات جديده اه. بصي ده بكام ده؟ نعم 15، ده ب 15 جنيه ببوجي اللي عليه. في بقى من بوجي ده اشخاص كتير، 13 شكل اه. وفي اللي هو الفانوس بالهلال ده بكام؟ وريهولنا. 25 بس، ده ب 25 جنيه، ده اللي هو الفانوس الدوار.
ونص ب 25 جنيه، واللي هو الاستاند ده عامل كام؟ 12 ونص ب 12 ونص اللي هو الشيخ وبوجي. وريني المخده اللي هي. بصوا حبايبي ده الواحد عامل 12 ونص، في منه الاشكال دي اي ستاند كده ب 12 جنيه ونص، وفي الهلال بالفانوس ده كده شكله حلو بكام؟ نعم الهلال بالفانوس بقى. الهلال بالفانوس 85 85. وقلبه المناديل اللي في ايدك وريها لنا. ايوه عامله كام خشب؟ بدل 25 20 20 جنيه حبايبي. حلو قوي شكل الخياميه ده خشب مش بلاستيك. في كمان معانا المريلا اهي بتاعه البنت ومامتها، بتاعه البنت ومامتها حلوه قوي. في برضو منها اشكال مختلفه كتير، الاثنين مع بعض كده ولا بالواحده؟ لا الاثنين مع بعض، عاوزين الاثنين. بكام بقى؟ عامله طعم عامل كله 40 35 عشان خاطر مش الاثنين ب 35. طب لو عايزه واحده تاخدها عادي ب 25. يعني لو خدتي واحده هتاخديها ب 25، لو خدتي الاثنين مع بعض ب 35. عرض عليهم يا حبايبي كده عشان القناه. احنا مفرش جديد النهارده وحلو برده قوي، شكله حلو. وعامل كام يا صال؟ 50 برده؟ لا 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 70 60 ده حاجه ثانيه. 60 جنيه بدل 70 جنيه برده. متر ونص في متر ونص. بصي بصي القماشه بتاعته حلوه. تمام. في منه اشكال بقى؟ في كل اشكال. في كل اشكاله يا حبايبي. في هنا برضو معانا الستاير الحلوه دي اهي والمفارش، بصوا تشكيله كبيره جدا. ومعانا الحاج هنا، احنا في محل اولاد فتوح. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. سنة وانت طيب؟ الحمد لله سنة وانت طيبين. وانت طيب. حلوه قوي الستاره دي جديده. اتفضلي. دي قطيفه يا حاج؟ لا كتان. كتان دي بكام؟ لا 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 عرض ب 100. عرض ب 100. عرض ب 100 يا حبايبي ليكوا لمده اسبوع بدل 150. في اشكال كتير. ده المفرش اللي كنتوا بتسالوني عليه اهو، حلو قوي، موجود هنا عند اولاد فتوح. لو حابين تيجوا تاخدوه بكام؟ طب المفرش ما هم شارينه منك قبل كده. بصوا حبايبي هيديهولكم بسعر حلو قوي، بس اهو بدل 150 هيديهولكم ب 130. هو متر ونص في مترين ونص. متر ونص في مترين ونص، قد الستاره بالظبط، زي الستاره كده. عنده برده هنا مجموعه كبيره جدا من الرنانات والشغل الجديد بقى كله عنده، والخدديات والطبليات بتاعه الاطفال اهي. وده الكف اهي بالثلاث دليات اللي انا قلت لكم ب 30، حجمه حلو وسعره حلو قوي. في هنا برده معانا المشمعات اشكال كتيره، اي شكل عامل 20 جنيه والوان جديده كمان. ورينا طب لون كده. حلو قوي. بكام ده بقى؟ المتر ب 20. 25 20 ده تقيل. 20 جنيه ده تقيل بدل 25. تمام. وفي برده انا شفت هنا الشكل ده برده حلو قوي عجبني، وريهولي كده يا صالح. اول ده الاسود اللي هو جديد. ده الاسود ده حلو قوي الشكل ده، بصوا شكله تحفه. بصوا الشكل، شكله حلو قوي جميل، هينفعك في اي ديكور، وتقدري تحطيه على السفره، تحطيه كده ساعه الفطار. بجد حلو قوي، لونه جميل. في بقى مدفع وفي جامع، في اشكال حلوه قوي. عامل برده 20 بدل 25. هنا برده في مفارش حلوه قوي. ورينا المفرش ده يا صالح. دي مخدات جديده. مخدات؟ دي رانر، نزلت رانر جديد، خلي بالك. ده رانر ورهولنا كده؟ ده رانر جديد، ما شفتوش قبل كده. دي اشكال رنانات هيوريها لكم. بكام بقى يا صالح؟ نعم. 85؟ يعني ال ست مخدات مع 3 رنن. ست مخدات مع 3 رنن بكام؟ عرض بدل 100 جنيه 85. 85 ست مع خدات مع 3 رنن ب 85 جنيه بدل 100 جنيه. ده عرض يا حبايبي بيقول لكم عليه. اشكالها كلها بقى حلوه، كل اشكالها مختلفه. اشكال كتير، بصوا اشكال حلوه قوي. معانا برده المريله بتاعه الاطفال اهي، حلوه قوي. دي بكام بقى الصغيره؟ بدل 20 15 جنيه. 15 جنيه دي للاطفال. بس القيمه بتاعتها ايه؟ بانر بتاعتها تخينه مش خفيفه. في بقى يا حبايبي اشكال، بصوا في شكل الفنانيس، اي واحده عامله 15 جنيه للاطفال، ولو خدتي الاثنين مع بعض هتاخديهم ب 35 جنيه. في اشكال بقى كتير موجوده، وهي لسه هيجي تاني. في برده معانا هنا الكوشنات ام 10 جنيه بدل 12. دي القطيفه. دي القطيفه بكام؟ بكام؟ دي 25 20 قطيفة. 20 جنيه قطيفه حبايبي ليكوا انتوا ب 20 جنيه بدل 25 و30. دي قطيفه اهي، دي اشكالها كلها. تعالى طب ورينا اشكالها كده. القطيفه فين دي؟ دي القطيفه. بصي الاشكال جميله قوي. اشكال جديده. ده لسه 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 جديد. القطيفه دي مش عند حد. بص القطيفه دي كل ده. وريني الشكل ده. الشكل ده حلو قوي. ب 20 يا حبايبي. كل الاشكال موجوده. دي شكلها قطيفه حلوه قوي.
الله بصوا جميلة، والسوستة بتاعتها من هالحركة. اي شكل عامل 20 جنيه، كل اشكالها حلوة. بصوا كل اشكالها جميلة. عنده برضو اللي انا قلت لكم عليها دي ب25 اهي، وعنده هنا الطبل بتاعت الاطفال ب10 جنيه. دي الطبل بتاعت الاطفال ب10، وفي الخداديات عاملة كام بتاعت الاطفال؟ في خداديات الاطفال برضو جديدة معانا. بكام الخدادية يا صالح؟ نعم 25 20 بس. 20 جنيه حبايبي اي واحدة للاطفال. كل الالوان كل الاشكال حلوة. والرنال ده عامل كام؟ 55. 55 ده خامته ايه؟ ووتر بروف. ووتر بروف خامته ووتر بروف. طبعا في منه الوان برضو اللي فوق دي. الستارة دي جميلة جدا 2 متر ونص في متر ونص. في بص الستارة دي معانا اهي 75 جنيه. 2 متر ونص في 2 متر ونص. 2 متر ونص في 2 متر ونص. ممكن تحطيها على باب المطبخ من بره. جميلة جدا. حلوة قوي. عاملة كام؟ 75. عاملة 75، شكلها حلوة قوي وجديدة. في حبايبي برضو الستارة دي حلوة قوي ب 150. في منها برضو أشكال فنانيس وبوجي وطمطم وأشكال كتير، وهيجي برضو منها أشكال جديدة. في حبايبي معانا كوشنات أهي عاملة 12 ونص بدل 15. في برضو الأشكال دي ستان، دي خامتها ستان. أشكال كتيرة وألوان برضو كتيرة جدا. كل الالوان موجوده عامله 12 جنيه ونص بدل 15 اهي. وفي برده معانا الكوشنات دي عامله 10 بدل 12 جنيه، 10 جنيه. في برده منها اشكال كتيره قوي. بصوا حبايبي الاشكال دي حلوه قوي، اي واحده عامله 10 جنيه. الشكل ده جديد طلع حلو كلها. كمان الشكل ده فيه منه مفرش حلو قوي، عامل 10 جنيه. اشكال بقى والوان كتيره جدا، اي واحد عامل 10 جنيه. كل الاشكال موجوده. وعنده هنا الاخشاب والاستندات والكفوف والحاجات دي حلوه قوي برده، وبتتغسل. ودي عندك بالمتر؟ ده الشال عامل 20 جنيه بدل 25. 20 بدل 25 على بعضها. بقى ايه العياشات شغال بكام العياشات؟ العياشه بدل 20 15 جنيه. 15 جنيه. في المدور وفي كل حاجه. اي واحده عامله 15 جنيه. والخداديه دي عامله كام؟ بدل 15 12 ونص. 12 ونص الخداديه دي جاهزه كده 12 جنيه ونص. وفي هنا المريالة دي عامله كام؟ دي بدل 20 15 جنيه. 15 والطقم ده؟ 30 جنيه. 30 جنيه بدل 35 جنيه. عنده برضو هنا القماش والحاجات دي حلوة قوي اهي. القماش المتر بكام؟ نعم المتر الكتان المفرش عامل 85 جنيه. ده مفرش يعني؟ الكتان مفرش 85 بكام؟ 80 بس. 80 بدل 85. في منه اللون ده وفي منه اللون ده. تمر حنة. تمر حنة. ازيك يا حبيبتي؟ سنة وانت طيبة. انت طيبة حبيبتي، نعاد عليك خير. ربنا يخليك. في برضو حبيبتي اشكال المراية اهي. بصوا في الشكل ده. دي بكام يا صالح؟ 25. بصي ده 30 25. بصي ده بنر 25. ده بنر تقيل والالوان بتاعتها حلوه قوي. بصوا في اشكال كتيره جدا. 25 بدل 30. 25 بدل 30. وفي الفوانيس دي ب 10. الفوانيس الصغيره لا ب 12 ونص. ب 12 ونص. 12 ونص بدل 15 الجوده العاليه. هنا بقى مجموعه كبيره جدا المشمع ابو 20 والقماش. في القماش عندك من كام؟ من 10 المتر؟ من 10 جنيه لحد 15 لحد 25. من 10 لغايه 25 جنيه. يا رب يا حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا كده اتبسطتوا من حاجات. بصوا بسم الله ما شاء الله حي الخياميه ابتدى يتزحم خلاص. كل سنه وانتم طيبين، تعالوا واشتروا. خلاص رمضان على الابواب. احنا هنا عند اولاد فتوح يا حبايبي، عنده كل حاجه. واللي هيجي لك من تبع تمر حنه تكرمه يا صالح. اسعار ثانيه يجي بس تبع تمر حنه. انا والله كل اللي بيجي من تبعها ليه اسعار ثانيه. تمام. واساليهم هم كده كده هم بيشكروا فيك بصراحه. لا هم بيشكروا فيك يمكن فاهمه. اصغر ناشي عمل فيديو 18 دقيقه ونص على الهوا، هو اول واحد. هو انا. كل سنه وانت طيب يا صالح. كل سنه وانتم طيبين يا اخويا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم كده وتكونوا اتبسطتوا منه. وبرده مستنيه رايكم في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك اللي انتم دايما ناسيني باللايك، والاشتراك لو لسه ما اشتركتيش. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. مع السلامه.